السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل احلى شكشوكة بالطريقة المصري الاصيلة الحلوة جدا جدا، ومعانا فطارنا البسيط قوي قوي قوي. عملنا ايه على فطارنا؟ عملنا طبق الفول بالسمنة البلدي الروعة اللي طعمه وريحته جايب لاخر الدنيا. عملنا الشكشوكة طبعا بتاعتنا، هتشوفوا طريقتها معانا. وقليت بتنجان، قصدي فلفل، قليت فلفل والطعمية المصري الأصيلة جدا بالسمسم، عندنا بيحبوها بالسمسم، بتبقى حلوة قوي قوي قوي، وجربيها بالسمسم بتديها طعم جميل، بس يستحسن يكون السمسم أبيض. وطبعا حمرت البطاطس بتاعتي وطبق الخضرة الأصيل الجرجير، طعمه اليومين دول حلو قوي قوي، ومفيد طبعا جدا جدا جدا. يلا نقول بسم الله ونشوف عملنا الشكشوكة بتاعتنا ازاي. بس قبل اي حاجة يا ريت تشرفيني باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. حطيت كده معلقة حلوة كده محترمة من السمنة البلدي، بحب الشكشوكة بالسمنة البلدي. وعايزة اقول لكم السمنة دي اللي انا بعملها من القشطة بتاعت اللبن، بتبقى حلوة قوي وطعمها جميل قوي قوي ومغذية طبعا. وبضيف عليها بصلاية متوسطة كده محترمة، تتشوح بس تشويحة بسيطة جدا. احنا مش بنسبك ومش بنحمر لأكل، احنا بس بندي تشويحة للبصلاية، مجرد مش هتلحق تاخد لون حتى. وبعدين هضيف عليها الفلفل الاخضر بتاعي، حابة تحطي فلفل الوان طبعا لو متوفر عندك مفيش اي مشكلة، طبعا حابة فلفل حامي برضو براحتك. انا حطيت عليها كده قرن من الفلفل البارد، برضو تاخد تشويحة بسيطة جدا جدا. وبعدين هنضيف عليها الطماطم بتاعتنا المتقطعة مكعبات زي ما انتوا شايفين. كل ده ما بياخدش 5 دقايق على النار، مجرد تقلبتين وبتضيفي الإضافة اللي بعدها. أنا هخليها بس تشرب المية بتاعتها، تشربها كويس، ونحط عليها التوابل بتاعتنا الملح والفلفل فقط، مش هحط عليها أكتر من ملح وفلفل. في أكلات ما بتستحبش تحط عليها توابل كتير، والشكشوكة بصراحة أكلة جميلة جدا ومش بتحب أي توابل تاني. وفي الطاسة اللطيفة الظريفة بتاعتنا المستخبية في الفرن هنضيف البطاطس بتاعتنا. أحب أقول لكم على حاجة، مادام الزيت اتقدح أول مرة يستحسن تاني مرة أو تالت مرة، لأنه ما بنكترش قلية فيه، ما تسخنهوش لدرجة الغليان أو إن هو يتقدح، مجرد بس ما الزيت يبقى دافي كده تسقطي البطاطس بتاعتك او الحاجة اللي بتقليها الا البتنجان. البتنجان لازم يتضاف زيت سخن علشان ما يشربش الزيت، بس انا مش بحب اضيف البطاطس في زيت سخن لتاني مرة. كده خلاص الطماطم شربت ميتها خالص واستوت كويس، هبتدي اضيف برضو حطيت معلقة زبدة كده او سمنة عشان كمية البيض اللي هحطها، وحطيت كمية البيض اللي انا محتاجاها. انا حطيت في المقدار ده 4 بيضات علشان احنا عاملين حاجات تانية في الفطار مش شكشوكة بس. شكلها بقى ولونها جميل وطعمها ولا اروع، وجربيها بالسمنة البلدي بتبقى طعمها جميل جدا جدا جدا. شايفين شكلها؟ شكلها حلو جدا، والالوان طبعا فيها حلوة قوي قوي قوي. وكمان زي ما انتوا شايفين برضو الفلفل رشيت عليه كده بعد ما طلعته من على النار، رشيت ملح فلفل. وده كان فطارنا النهاردة، فطار سهل وبسيط ومخدش مننا وقت، وبألف هنا وشفا على اللي أكله. وأتمنى تجربوا الشكشوكة بالطريقة دي، هتعجبكم جدا جدا جدا. أشوفكم على خير في فيديو جديد في يوم جديد، يوم سعيد، ربنا يجعل أيامكم كلها خير وسعادة وبركة. وصلوا معانا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باي باي.